من 5 مدن مغربية توافدوا وبروح الفريق تحلوا من أجل عرض قدراتهم الابتكارية في مجال الروبوتات والعلوم. مسابقة فيكس جو للروبوتات توحد براعة العقول الشابة بحضور المدربين وأولياء الأمور وخبراء في المجال الرقمي. جيت ندير واحد لا كومبيتيسيون انا وصحابي ديال الروبوتيك وانفورماتيك باش نعرف كيفاش ندير هاد لي ميكانيك كاملين ونحفظ هادشي، وفي المستقبل ما كرهتش نكون احسن. جيت هاد لا كومبيتيسيون اليوم باش نتعلم ونوري للناس كيفاش هادكشي اللي كيصحاب لهم هو صعيب لا ساهل، وانا ما كرهتش نولي حسن بزاف ونوري للناس لا كلشي ساهل هنايا. اليوم جينا نشاركوا في هاد المسابقه ديال الروبوتيك اللي غادي تكون غير تمهيدا للمسابقه الكبيره الوطنيه اللي كاينه في الرباط ان شاء الله في شهر 5. كنتمنى الدراري ديالي بجوج لي سونتر بجوج حتى سكورين زوين. تشجيع روح الابتكار ومساعدة التلاميذ على تطوير معارفهم في مجال الروبوتات هو هدف هذه المسابقة التي اختتمت بمكافأة المتميزين بجوائز تقديرية لينتقلوا إلى المنافسات الوطنية ثم الدولية. كاين اخصائيين في مجال الروبوتيك وغيكون بيان سور واحد الفريق اللي غيكون فائز اليوم. حنا كمؤسسه اول تنظيم ديالنا لهذا النوع من المسابقات، وغادي نشاركوا في مسابقات اخرى ان شاء الله على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. حدث يساهم في تشجيع الشباب على التوجه صوب الفرص المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة ومواكبة مجال الابتكار والاختراع، كما يساهم في تعزيز الجانب المتعلق بالتنافسية لدى الناشئة.